بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من سلسلة دروس مايكروسوفت سيكوال سيرفر 2008 اللي بنقدمها لكم تحت رعاية أكاديمية وموقع وقف أونلاين. هناخد الجزء الثاني في الدروس العملي بتاعة الريبليكيشن، وهو عملية البابليكيشن أو عملية إنشاء بابليشر. هنيجي من هنا كليك يمين على لوكال بابليكيشنز، ادوس كليك يمين وبقول له برضو انا ممكن انا اخد بابليكيشن من سيرفر على السيكوال سيرفر او من سيرفر على الاوراكل. انا هقول له ان انا عايز طبعا سيكوال سيرفر، وبقول له من هنا نيو. بيسالني ايه قاعده البيانات الداتابيز اللي انت عايز تاخدها في الريبليكيشن دوت. انا طبعا هي قاعده البيانات اللي احنا عاملينها هنا دلوقتي. بيقول لي نوع البابليكيشن اللي انت عايز تعمله. عايز تعمله سناب شوت بابليكيشن، ولا عايز تعمله ترانزاكشنال بابليكيشن، ولا عايز تعمله ترانزاكشنال بابليكيشن وذ ابديتبل سبسكرايبرز، ولا ميرج بابليكيشن. يعني ايه الكلام دوت؟ اول حاجه عندي سناب شوت بابليكيشن. سناب شوت بابليكيشن يعني صوره، طبعا سناب شوت اللي هي صوره. طيب ده بعمله بيعمل ايه؟ ده بياخد لي صورة من قاعدة البيانات ويبتدي الديستريبيوتر بيوزعها على السبسكرايبرز. يبقى بياخد صورة في وقت محدد، انا بحدد له وقت معين، بقول له مثلا كل يوم الساعة 6 صباحا مثلا، او كل 10 دقايق، او كل ساعة. يعني ممكن انا اقول له في وقت محدد، او ممكن اقول له كل فترة محددة. يبدأ ان هو بياخد قاعدة البيانات ديت، ويبتدي ان هو ياخد التحديثات اللي حصلت فيها، ويبتدي ان هو يوزعها على السبسكرايبرز. طبعا الكلام دوت ما ينفعش مع قواعد البيانات اللي بتتحدث باستمرار، اللي هي فيها تحديثات كتير، او اللي فيها يوزرز ممكن احدث وعايز تحديثات فورية تظهر. زي مثلا زي ما قلنا في المثال، ان انا لو عايز مثلا ادي سعر للسيلز مان، فما ينفعش ان انا استنى عليه اليوم كامل لغاية ما يسمع عنده على الجهاز بتاعه. عندي النوع التاني Transactional Publication، ودوت بيرسل البيانات في الوقت في ساعتها. يعني مجرد ان انا بعمل تعديل، مجرد ان انا قلت Enter او قلت له Execute، بيبدأ ان هو على طول بينفذ التعديل دوت، والديستريبيوتر بيبتدي ان هو يوزع البيانات على السبسكرايبرز. ولكن ديت بتبقى من اتجاه واحد فقط من الببلشرز للسبسكرايبرز. يعني انا السورس داتابيز الجهاز الاساسي يقدر ان هو يبعت البيانات للسبسكرايبرز لبقيه الاجهزه، ولكن بقيه الاجهزه ما تقدرش ان هي اي تعديل هيحصل فيها مش هيسمع عنده في قاعده البيانات بتاعته. وطبعا ده النوع اللي احنا هنشرحه في الكورس دوت، ودوت النوع الاكثر استخداما واللي احنا بنستخدمه اكتر. لان انا بالفعل انا مش عايز اليوزرز، مش عايز اليوزرز ان هم يعملوا اي تعديل على قاعدة البيانات ويسمع عندي في الجهاز الرئيسي. يعني انا لما اعدل سعر سلعة، انا مش عايز مثلا السيلز مان لو بالطريق الخطأ او باي طريق تاني مثلا عمل لي غير السعر اللي انا حطيته دوت، فانا مش عايز البيان دوت يرجع لي تاني على السيرفر الرئيسي. فعشان كده انا بستخدم الترانزاكشنال بابليكيشن في معظم الاحيان. طيب لو انا عايز اسمح لسبسكرايبرز ان هم يعملوا يعدلوا في الداتا، والداتا دي توصل للبابليشر، بمعنى مثلا يعني في المثال اللي احنا برضو بنقوله، لو انا بدي دلوقتي التعديلات ديت السعر وبعتهم للسبسكرايبرز، السبسكرايبرز دولت عندي كذا فرع في كذا محافظة، وجي مثلا الفرع بتاع اسكندرية قال لي لا والله انا الاسعار ديت، انا لو بعت بالسعر دوت السلعة دي بالسعر دوت مش هبيع، فانا لازم ان انا اغير السعر دوت. فهو بيغير من عنده، وانا محتاج ان التغيير ده كمان يوصل عندي، فبقول له ادي الاختيار الثالث.
يبقى الاختيار الثالث بيسمح للسبسكرايبر ان هو يمرر البيانات ويرجعها تاني لمين؟ للبابليشر، ولكن ملوش دعوه ببقيه السبسكرايبرز. على عكس الخيار الاخير، الخيار الاخير دوت الببلشر بيبعت بيانات لجميع السبسكرايبرز، واي تعديل يعمله اي سبسكرايبر بيسمع او بيرسل البيانات للببلشر وبيبعت لبقيه السبسكرايبرز كمان بيعدل عندهم برضو البيانات دي. طيب احنا دلوقتي هنقوله طبعا ترانزاكشنال بابليكيشن زي ما قلنا، بقوله نكست. هنا بيسالني ايه الارتكلز او الاوبجكتس اللي انت هتاخدها معاك. الارتكلز ديت اللي هي الحاجه اللي انا هاخدها معايا، ممكن انا اخد معايا تيبلز، ممكن انا اخد معايا فيوز، ممكن ان انا اخد معايا ستورد بروسيجرز، وممكن كمان ان انا اخد معايا يوزر ديفايند فانكشنز. هنا طبعا قاعده البيانات اللي انا مختارها ما فيهاش غير جدولين، فانا ما عنديش غير تيبلز، وممكن كمان ان انا احدد ايه الجداول اللي انا هاخدها، ومن جوه الجدول كمان احدد ايه الحقول كمان اللي انا هاخدها، يعني ممكن ما اخدش الجدول كله. ولكن انا عملت جدولين عشان النقطه دي بالذات، عشان اعرفكم ان في عندي جدول كده، شايفين الجدول دوت، انا ما اقدرش اخده معايا، ما ينفعش ان انا، مش هيسمح لي ان انا اخده معايا. طب ليه ما سمحليش ان انا اخد تيبل 2 وسمح لي ان انا اخد تيبل 1؟ الفرق ما بينهم لو فتحنا كده التيبل هلاقي ان التيبل الاولاني فيه حقل برايمري كي، والتيبل الثاني ما فيهوش حقل برايمري كي. الريبليكيشن ما ينفعش اعمله في تيبل ملوش برايمري كي، لازم ان الريبليكيشن دوت لازم الجدول اللي انا هاخده يكون فيه على الاقل حقل واحد يكون معمول برايمري كي. ولكن انا عملت الجدول الثاني بس عشان اوريكم ان لما ما عملتلوش برايمري كي مش هيسمح لي ان انا اخده. ممكن دلوقتي ان انا اشوف بعض الخصائص الخاصة بالريبليكيشن دوت. بعد كده بقوله نكست. هنا لو حبيت ان انا اعمل فلتر، يعني احنا قلنا ان انا ممكن اخد جدول مش كل الجداول، قلنا ان انا ممكن اخد حقل كمان من الجدول ما اخدش كل حقول الجدول. الحاجة الثالثة كمان ان انا ممكن اعمل فلتر كمان على الحقول اللي انا خدتها، يعني ممكن دلوقتي ان انا بختار من هنا الجدول وبقول له مثلا ان انا عايز جميع الحقول اللي هتكون الاي دي بيساوي مثلا رقم واحد. يبقى انا لو عملت اي تعديل على السجل الاي دي بتاعه رقم 2، الاي دي بتاعه رقم 3، الاي دي بتاعه رقم 4، مش هيسمع معايا. الوحيد اللي هيبتدي يخش معايا في عمليه الريبليكيشن لو عملت تعديل في السجل اللي الاي دي بتاعه مكتوب فيه رقم 1. طبعا احنا مش هنعمل اي فلتر هنا. نكست. دلوقتي بيسالني على السناب شوت. السناب شوت هل عايز تعملها دلوقتي حالا على طول، ولا هتعملها في وقت محدد انت ممكن تختاره؟ وممكن انا اختار الاثنين، يعني ممكن اقول له اعمل لي واحده دلوقتي، وكل فتره برضو كل وقت محدد انا بحدده له يبقى اعمل لي برضو سناب شوت. احنا هناخد الاولانيه، هقول له اعمل لي السناب شوت دلوقتي على طول. هنا ديت ادي الاختيارات السكيورتي سيتنجز. هنا بيقول لي ان عندك ممكن انت تشتغل بالويندوز اكاونت، وممكن انت تشتغل بالسيكوال سيرفر ايجنت سيرفيس، يعني اي حد يقدر يخش على السيكوال سيرفر ايجنت يقدر ان هو يتعامل معاها، او ممكن انت بتخش بالويندوز اكاونت. احنا نخليها بالسيكوال سيرفر ايجنت. ده بالنسبه طبعا للسناب شوت. بالنسبه للببلشر، هل انت عايز تشتغل يعني الببلشر اللي يقدر يخش يعمل كونكت عليه يقدر يخش بالبروسيس اكاونت ولا بالسيكوال سيرفر لوج ان؟ يبقى انا هنا طبعا المفروض عمليا ان انا بدي كل يوزر حساب على اللوج اون على السيكوال سيرفر، على السيرفر بتاعي في السيكوال سيرفر، وبقول له ان انت عندك الاسم بتاعك كذا والباسورد بتاعك كذا. انا لو عايز ان انا اضيفه دلوقتي يقدر ان هو يشتغل مع الببلشر دوت، مع الريبليكيشن دوت، بحط هنا اسم اليوزر وبحط الباسورد بتاعه. طبعا انا دلوقتي هشتغل بالبروسيس وبقوله نكست. هنا بيقول لي خلاص هنبتدي ان احنا ننشئ الببليكيشن. اوكي. ولو عايز ان انا اعمل سكريبت فايل كمان عشان تشوف الاكواد بتاعته نعمل برضو بنختار الاختيار دوت. انا هقول دلوقتي نكست. هنا لازم ادي الببليكيشن نيم، لازم ادي له اسم. هقول له مثلا اسمه وقف
ما ينفعش ان انا اعمل بابليكيشن من غير ما اديله نيم، وادي السمري بتاع الخيارات اللي انا اخترتها. هو دلوقتي فينيش بيبدأ دلوقتي ان هو بيعمل كرييشن. هنا بيقول الارتكلز الادنج ارتكلز 1 of 1. طبعا انا اخترت جدول واحد، لو انا اخترت اكتر من جدول او اكتر من اوبجكتس هيحط لي عددهم ويقول لي مثلا 1 of 3 2 of 3 3 of 3 لغايه ما يخلصهم، وبعد كده يقول لي سكسيز. طبعا كده خلاص احنا الحمد لله نجحنا في انشاء البابليكيشن. ادي كده لو بصينا كده في اللوكال بابليكيشنز بلاقي ان في عندي ادي اسم قاعده بيانات الريبليكيشن ديمو، واسم الببلشر اسم البابليكيشن وقف. ده كده احنا انشأنا بابليكيشن جديد. ان شاء الله في الدرس اللي جاي هنشوف ازاي ننشئ سبسكرايبر. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.